مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. في احداث كتير بتحصل في مصر اليومين دول، مش هنتكلم على الاحداث السلبيه اللي بتطال العالم كله، هتكلم على الاحداث اللي بتحصل في مصر. عندنا مؤتمر اقتصادي لسه بادئ النهارده وهيخلص يوم 26، وده الهدف منه الرئيسي هو اجتذاب عدد كبير من المستثمرين سواء الاجانب او العرب الى مصر بشكل جيد جدا، وتذليل اي عقبات ممكن تكون بتحصل قبل كده سواء بيروقراطيه او غيره، بحيث ان يبقى الموضوع اسهل بكتير جدا. وفكره حتى الخروج الامن والقوانين الخاصه بالاستثمار وفكره الجذب، بيقوم المؤتمر على ده تحديدا وعلى فكرة الحوار الوطني. الحاجة التانية انه عندنا ان شاء الله كوب 27، وده منتظر برضو بشكل كبير جدا جدا، لانه هو هيربط اسم مثلا شرم الشيخ وهيربط بالتالي اسم مصر بامور كثيرة جدا، مش بس تخص البيئة وانخفاض درجات الحرارة وتغير المناخ، لا كمان هتخص مصر باشكال مختلفة. فلازم يتم استغلال هذا المؤتمر كمان في الترويج للسياحة وبشكل جيد جدا وبشكل غير مباشر ومباشر. في كمان احداث بتحصل على مستوى السياحه زي معبد ابو سمبل وتعامد الشمس، والسنه دي يمكن الاحتفاليه كانت مختلفه شويه عن كل سنه، يعني بالنسبه للصوت والضوء كان في اكتر من حفله بتقدم، في كمان حفلات ليليه قدمت باغاني وطرب وغيره، في احتفالات ماليه كل شوارع اسوان، فده طبعا كان عظيم جدا جدا، ومنتظر كمان ان يكون في ايفنتس تانيه بتتخلق على حس هذا الحدث وتعامد الشمس على معبد ابو سمبل. اللي عايزين نتكلم فيه النهارده، انتوا عارفين الخطه المستهدفه ان احنا في 2030 او مش قبل 2030 يكون عندنا 30 مليون سائح، يعني حتى مش 2030، 2030 بعيد، احنا بنطلب ده او بنتمنى ده يبقى في خلال السنين اللي جايه. طب عشان نعمل ده منتظر ايه؟ هنستنى كده ونشوف كده الاعداد اللي بتيجي نتيجه الانغلاقه اللي حصلت وقت الكورونا وما بعد الحرب، فتستنى تفتح لوحدها، ولا احنا مرتبين نفسنا ومستعدين لده وفي خطوات بجد بتتاخد، بنتصرف ازاي؟ كل دي امور لازم نتكلم عليها. هنتكلم على الفندقه، هنتكلم على مرسى علم والغردقه وشرم الشيخ وايه المنتظر في الفتره القادمه، وهل اهل المكان هناك مستعدين لاستقبال اعداد كبيره من السياحه؟ الشكل اختلف دلوقتي عن من 3 سنين، بقينا احسن، بقينا العماله بتاعتنا بقت افضل، تم تدريبها بشكل جيد، الافكار الجديده اللي بتقدم دي كلها امور هنتكلم فيها النهارده، ومعانا اهل العلم واهل الخبره، ومعانا صديق عزيز على بلاد طيبه وعلينا بشكل كبير، الاستاذ رامي فايز، عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر بمرسى علم. يا اهلا وسهلا، اهلا بيكي، ايه الاخبار؟ مساء الخير، اهلا وسهلا، بقالك كتير ما طلعتش معانا استاذ رامي. انا بتشرف بيكم دايما. خلينا نطلع كده على مجموعه من الاخبار السياحيه تابعها معانا، ولو ليك أي تعليق على أي خبر فيهم يسعدنا. أتشرف. يلا. البداية دايما مع الأخبار السياحية مشاهدينا، نشوفها دلوقتي.
السياحيه مشاهدينا، نرجع مع بعض لاستوديو بلاد طيبه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا في الاستوديو الأستاذ رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر بمرسى علمي. أهلا وسهلا مرة تانية. أهلا بيكي. خلينا كده نطمن على أحوال السياحة. احنا طول الوقت بننزل أخبار حلوة جدا على الغردقة، مرسى علم، وسهل حشيش، وكل المنطقة اللي هي الشاطئية أو السياحة الشاطئية. خلينا نطمن كده، أخبار السياحة إيه؟ وصلت لفين؟ أعداد الطيران، الأكثر أسواق موجودة في الفترة دي؟ شوفي، احنا الحمد لله احنا في الوقت الحالي الدنيا منتعشه كويسه جدا، داخلين السيزون بقوه كويسه قوي. يعني مطار مرسى علم استقبل الحمد لله خلال الاسبوع اللي فات ده حوالي 114 طياره. مطار الغردقه استقبل حوالي متوسط حوالي 300 طياره في الاسبوع. عندك مطار مرسى، مطار شرم الشيخ مثلا استقبل حوالي برضه متوسط من 280 ل 320 طياره في المتوسط ده في الاسبوع اللي فات، وده مطار شرم الشيخ هيبتدي يزيد كمان تباعا خلال الاسبوع اللي جاي بالذات ان شاء الله. عشان طب معلش قول لي، انت مذاكر كويس قوي، ده نتيجه ان انت ده شغلك وبتعمل وحدات قياس عشان الفتره القادمه علشان تقارن ما بين الفترات اللي فاتت وما بين الفتره دي، ولا قولي بتستفيد ازاي من مذاكرتك للارقام الطيران؟ انا الارقام دي والطيارات واللاندنج والتيك اوف اللي احنا بينزل عندنا سواء في اي مطار في مصر، يعني في مرسى علم، شرم، غردقه، حتى ايفن سفنكس اللي ان شاء الله هيبتدي يشتغل من اول 1 نوفمبر الجاي ده، لو انت ما عرفتيش انت كنت فين وبقيتي فين النهارده هتبقى انت مش عارفه الخط بتاعك ماشي ازاي في الشغل بتاعك. من ناحيه الرسم البياني انا طالعه فوق نازله تحت بالظبط، فده لازم ابقى عارف حتى الاسواق دي انا جاي لي منها الاسبوع ده كام طياره، الاسبوع اللي جاي كام طياره، نفس الفتره دي خلال السنه اللي فاتت انا كنت فين وبقيت فين السنه دي، عشان ابتدي يعني اعمل سبوت على الفتره اللي جايه كمان الجاي. تستفيد منها بالظبط. طب انت رسم البياني بتاعك بيقول ايه بالنسبه لمنطقه مرسى علم على الاقل؟ مرسى علم احنا لغايه دلوقتي احنا زياده عن متوسط السنه اللي فاتت مش اقل من حوالي 30%. بالظبط حوالي 30% عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت احنا كنا لسه بنتعافى من الكورونا بالظبط كده، احنا السنه دي اتاثرنا شويه بس لان السياحه الروسيه بعد ما ابتدت تشتغل معانا من شهر اكتوبر لغايه شهر يناير ابتدت طبعا بعد العمليات العسكريه ابتدت ان هي تتوقف تماما. السوق الاوكراني تماما توقف معايا، فانا خسرت حوالي تلت عدد الطيارات اللي كانت بتجيلي، انما انا استعوضتها السنه دي من اوروبا الغربيه ومن بولندا والتشيك على من ناحيه مطار مرسى علم. كويس، عملته ده ازاي؟ يعني ازاي قدرت انك انت بسرعه تلعب لعبه اوراق انه احنا اتعلمناها من ساعه اي 2016، من ساعه الطيران الروسي 2015 ساعه لما حصلت الاحداث وابتدينا ناخد مواقف وتعلمنا ان احنا لا نضع السله البيض كله في سله واحده زي ما بيقولوا. فقول لي عملته ده سريعا ازاي كشركه؟ هو مبدئيا الاقبال على بلدنا دلوقتي بقى كبير قوي. احنا عندنا دلوقتي الحمله التسويقيه اللي ابتدت وكان شغاله اوريدي بقالها حوالي سنه كمان من الفتره اللي فاتت، من ساعه موكب حتى المومياوات، من ساعه افتتاح متحف الحضاره، كل الايفنتس اللي كانت بتتعمل السنه اللي فاتت دي اوريدي كانت شغاله معانا كويس جدا لفتره كبيره جدا. فالطلب على مصر كان كبير الفتره اللي فاتت دي، وبعدين مصر كان ليها اسم كان شغال كويس قوي خلال الفتره اللي فاتت دي في عمليات التسويق. خلي بالك ان المشكله عندي او الميزه مش مشكله، ان انا ازاي مش بس استغل الحدث، انا استغل الحدث ده بعد ما يخلص. يعني انا سي مثلا عندي مؤتمر مناخ ان شاء الله اللي هيبتدي في الاسبوع الجاي وبعد 10 ايام في شرم الشيخ، على قد ما المؤتمر ده هيبقى كبير قوي وضخم وكل السبوت كله فوكس صحيح على بلدنا هنا في مصر، ده اللي يهمني طبعا، بس اللي يهمني اكتر ان انا ازاي استفيد منه بعد المؤتمر والفترة طويلة جدا يفضل اسم بلدنا شغال على محور على كل وكالات الانباء من بره. يعني ان شاء الله لغايه ما نفتح المتحف هناك هتبقوا ليكم وجود في المؤتمر ده؟ مفيش حد مش هيبقى موجود في المؤتمر.
فان هتبقى شاء الله. حاضر وهيبقى ليك شغل بحيث انك انت تقدر تعمل دعاية للناس اللي موجودة، الناس اللي وكالات موجود الأنباء. كده كده البلد، ويعني في الناحيه التنظيميه للمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، انت على فكره انت لو رحت النهارده شرم الشيخ هتلاقي شرم الشيخ في حته تانية على خالص، قدم وساق. ايوه، حته تانية تهدير ما خالص. الواحد راح السنه يعني ديت مثلا اي من كام حد شهر. راح شرم الشيخ خلال مثلا ال5 6 سنين اللي فاتت، وراح حتى لغايه من شهرين فاتت، لو رحتها بعد شهر من النهارده على اول شهر مثلا 12 بعد المؤتمر هتلاقيها ما يخلص، اتغيرت برضو تاني. هتشوف شرم الشيخ بحاجه تانية خالص. كويس. طيب خلينا نتكلم على ازاي فتحتوا اسواق جديده، وازاي اشتغلتوا على ده. مين اكتر سوق دلوقتي موجود، وهل المؤشرات دي حقيقيه ولا دي مؤشرات ما بعد الانغلاق؟ عارف لما بيحصل قفل بعدين تيجي تفتح مره واحده، طبعا فبيبقى في ارقام كبيره جدا، ناس زهقانه وعايزه تخرج ومعاها فلوس ومحوشه شويه فخارجين، فده بيدي مؤشرات ممكن تكون مش حقيقيه. ولا انت شايف انه لا، من هنا ورايح هو ده المؤشرات هتبقى ثابته على كده؟ ما نقدرش نقول كده بالظبط يعني، انما طبعا الناس برضو كانت زهقانه كتير قوي خلال فتره الكوفيد، وبعدها كمان الناس كانت قلقانه كمان مع بدء العمليات العسكريه في شرق اوروبا، انما لما الدنيا ابتدت تهدى شويه وعرفنا الدنيا رايحه فين من ماشي ناحيه الحرب الروسيه الاوكرانيه، ابتدى فعلا الاقبال يجي اكتر من اوروبا الغربيه خلال الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي على المنتجعات المصريه، سواء على مرسى علم او غردقه او شرم الشيخ. الفترة الجاية دي فترة، هي فعلا فترة بروميسنج، ما نقدرش نقول حاجة غير كده، ولكن طبعا يعني لازم نبتدي ناخد بالنا ان حتى لو هي الفترة الجاية دي فترة كويسة وبروميسنج، احنا نبتدي بقى نستغل ده تسويقيا ازاي. يعني انا عندي النهاردة، بدل ما احنا بنتكلم النهاردة على الحد الادنى للاسعار اللي احنا المفروض احنا هنبتدي نطبقه من 1 نوفمبر اللي جاي، ان احنا اتفقنا ان احنا هيبقى ال3 نجوم $30 الحد ادنى، ال4 نجوم $40، ال5 نجوم $50، ده الحد الادنى وليس الحد الاقصى. الحد الاقصى مفيش فندق يعني يقدر، يعني ما تقدرش تحط له سقف. بالظبط كل واحد حسب الكواليتي بتاعته. كويس. انا النهارده رغم ان انا كده، انا يعني ان احنا متارجتين ان احنا ناخد مثلا حوالي 12 او $13 مليار السنه دي ان شاء الله من السياحه. انا عندي في شرم الشيخ خلال الفتره بتاعت المؤتمر معظم الفنادق اللي اشتغلت على ان هي تستقبل الجست بتاع المؤتمر، ما فيش النهارده فندق بيبيع اقل من $300 الاوضه او $400 او $500 اذا ما كانش كده اكتر، والجست مستوعب الرقم وعنده استعداد. وعنده استعداد يدفع ودفع خلاص، وما فيش اوض كمان موجوده دلوقتي في شرم الشيخ، حتى معظم الناس ابتدت ممكن تخرج كمان بره شرم الشيخ شويه يعني عشان على خاطر اساس تشوف. طلب وعرض، عرض وطلب ما هو في ده ال... معناه ايه يا فندم؟ ده معناه ان المنتج السياحي بتاعي قابل ان هو يزيده بارقام حقيقيه على الارض. انا النهارده انت عندك في شهر 11 عندك تقدري تنزلي بحر، تقدري يعني تخش بالنسبة على لهم حر. صحراء، تقدري تشوفي اي حاجه انت عايزاها، صحيح. يعني تعملي اللي انت عايزاه في بلدنا هنا في جو مش موجود منه تاني. يعني حتى المنافسين معانا محليا يعني اقليميا حوالين مصر، جوهم وحتى ازاي؟ دوليا بره المحيط بتاعنا، حتى في افريقيا او حتى في الميدل ايست ما فيش عنده الجو ده في شهر 11. فعشان كده مصر النهارده لما كسبت ان هي تاخد مؤتمر مناخ في شهر 11، النهارده زي ما كنت بحكي معاك ان شرم الشيخ اختلفت تماما، يعني البلد اتنفضت واتعملت شرم الشيخ جديده في اقل من حوالي 7 8 شهور. انا النهارده المنتج السياحي بتاعي قدر ان هو يستوعب نفس الاوضه دي ب $300 و$400، يبقى انا النهارده ازاي انا ابيعها بعد كده ب $40 و$50؟ يعني طيب هل نقول مثلا ان المحرك الاساسي كان الحدث اللي بيحصل دلوقتي، ولا ده بشكل عام الاسعار طلعت كده ومش هتنزل تاني؟ لا ما نقدرش نقول ان هي مش هتنزل تاني، هي هتنزل هي تاني على طبعا اساس عرض تباعا وطلب زي اكيد ما طبعا، بيقول هي ايه، عرض وطلب عرض خلال جاي الفتره دي وطلب طبعا. احنا كتير. جاي لنا ترافيك عالي جدا على المدينه دي، طبعا عدد الاوض يعني قد يكون كافي الى حد ما، فعشان كده طبعا الاسعار كلها بتبقى زايده. انا قصدي اقول لك بس ان نفس الاوضه اللي بتتباع ب $40 و$50 النهارده لما اترفعت كفاءه كل الفنادق في محيط شرم الشيخ بقت تتباع ب $400 و$500، لان هي هتقدم خدمه بما يوازي المبلغ بالظبط. ده. يبقى احنا عندنا هنا كفنادق في مصر انت عندك الامكانيه ان انت تقدمي كواليتي عاليه جدا لاشخاص يعني ذو مركز جايين كلهم في بلدنا في وقت طبعا واحد بس. ممكن يبقى ده اكتر معناه من ان انا 40. بدل ما انا كنت يعني عايز اتارجت 12 13 مليار دولار السنه دي، لو انا فضلت على السيكونس ده طبعا مش هقدر امشي عليه على طول، انما لو قدرت اعمل كده. يعني انت عايزه في السياحه كم ولا كيف؟ انت عايزه حجم سياحه كبير يجي لك يعني مثلا ويبقى 15 الدخل 16 منه مليار دولار قليل. بس يجيب 15 مليار دولار، يعني 15 مليون سائح يقول $15 مليار، ولا عايزه مثلا 10 مليون سائح ويجيب لك مثلا $30 مليار؟
بحيث ان انا ما استنفذش كل الطاقه الفندقيه بتاعتي هنا. يعني يبقى انا لازم يبقى عندي انا شورت بلان ولونج تيرم بلان، خطه أيه. قصيره الاجل وخطه طويله الاجل. صحيح. النهارده الاستراتيجيه الجديده بتاعت الجمهوريه الجديده عندنا، انت عايزه 30 مليون سايح، 30 مليار دولار. انا اقدر احققها ازاي؟ اقدر احققها اصلا ولا الموضوع ده بعيد قوي عليا مش هقدر احققه وده حلم صعب المنال؟ اولا هو محطوط التارجت ده يتنفذ امتى؟ 2030 ولا في خلال السنين القادمه دي؟ المفروض ان البلان المحطوط زي ما قعدنا مع سيادي الوزير احمد عيسى وزير السياحه الجديد، ان هو عايز 25% كل سنه تباعا زياده في السياحه، بحيث ان هو يبقى حوالي 100% من الارقام الموجوده حاليا دلوقتي بعد اربع في خلال اربع سنين. وان احنا نوصل ان شاء الله قبل 2030 توصلي لل 30 مليون سايح و 30 مليار دولار. بس انا النهارده قبل ما اجي اشوف يعني كحد بيشتغل في نفس المجال ده، الرقم ده في امكانيه لمصر ولا مفيش امكانيه لمصر؟ لا، نقدر نقول بكل اريحيه انه في امكانيه لكده، ولكن طبعا محتاجين مقاومات كتير جدا عشان نقدر نحقق الموضوع ده. في ناس سمعتها تقول لك احنا ما عندناش الكاباسيتي، يعني فكره ان يبقى عندنا القدره الاستيعابيه، ان العدد ده 30 مليون مش موجود، ولا مقصود بيها 30 مليون على مدار بقى السنه وده الطبيعي؟ عندنا اماكن شتويه واماكن بكل تاكيد 30 مليون ده على مدار السنه كامله، على 12 شهر بتوعنا يا فندم. انت النهارده الطاقه الفندقيه بتاعتك ممكن تستوعب حوالي 17 مليون اللي موجوده حاليا دلوقتي على ارض الواقع، عشان نتكلم بكل ده لو اتواجدوا كلهم في نفس الوقت قصدك؟ ممكن النهارده نستقبل حوالي 17 مليون في السنه، اوكي، سايح في الوقت الحالي. دي الطاقه الفندقيه اللي عندي النهارده. انما انا النهارده عشان انا اجيب ال 30 مليون سايح دول، انا مش محتاج فنادق، مش محتاج طرق، مش محتاج الحاجات دي كلها. اكيد محتاجها طبعا، الحاجات دي موجوده ونقدر نعمل لها يعني توسع. انما انا محتاج الحاجه اللي تجيب لي ال 30 مليون سنه. صحيح. انا محتاج الطيران، هو اهم ركيزه عندي اقدر اركز عليها الفتره الجايه دي هي الطيران. هل الطيران اللي عندي يستوعب ال 30 مليون سايح؟ بكل تاكيد لا. انا النهارده ابتدي، وعلى فكره ما فيش حد بيمتلك طياره بره، لو انا هتعاقد مع اي شركات بره بيدي السكادول بتاعها مثلا غير قدام لست شهور. فانا النهارده لازم ابتدي افكر كمسوق سياحي لبلدنا هنا ان انا بعد ست شهور لا، انا لازم النهارده ابتدي اتعاقد مع الطيران ده. لازم انا كجمهوريه مصر العربيه يكون عندي على الاقل شركه او اتنين او تلاته طيران منخفض التكاليف. انا اللي اتحكم في الطيران الشارتر اللي بيجي لي. انا يبقى انا عندي وسيله الاتصال ما بيني وبين السايح اللي جاي من بره. ما استناش ان شركه معينه او دوله معينه بتمتلك الشركات منخفضه التكاليف دي هي اللي بتتحكم في حجم السياحه، بتفتح او بتقفل المحبس عليا وانا قاعد هنا متلقي فقط اللي بيجي لي من بره. السياحه الخارجيه والدوليه لازم انا اللي اروح لها عشان اجيبها. كويس. مش هي بس اللي تجي لي. ده طب الكلام ده التنفيذ بتاعه ايه؟ هل قابل للتنفيذ ولا يعني عارف اوقات كتير قوي بنبقى بنقول الكلام ده لكن لما تيجي بقى تنفذه تلاقي فيه مشكله؟ أيوة. يعني دايما كنت اسمع انه مثلا انا مش هقدر اشتري طيارات جديده الا ما اتاكد من الاعداد اللي عندي دي، اللي هي فكره وحدات القياس. ما دي اللي انا بسال عليه، انه بنعمل ايه وحدات قياس عشان اعرف اذا كان جاي لي سياحه ولا لا، فاشتري طيران ولا لا. يعني مصر، هقول لك حضرتك حاجه، احنا النهارده عندنا حوالي كام شركه بتشتغل في الطيران في مصر؟ عندنا ايجيبت اير، من غير ما نقول اسامي. تمام. عندنا ايجيبت اير ده اللي هي الشركه الوطنيه طبعا للدولة. الشركه الوطنيه بتاعتنا دي بتمتلك حوالي حاجه الاسطول بتاع حاجه و60 طياره كل ايجيبت اير اللي انت شايفاه ده. الشركات القطاع الخاص اللي مملوكه لبعض الافراد زائد الدوله اعتقد حوالي اربع او خمس شركات. الاسطول بتاعهم لا يكفي ان هو يستقبل كل العدد ده من السياح لو هو اوريدي التارج بتاعه او مركز بس على ان هو يستجلب السياحه لمصر. فانا محتاج ان انا اعمل شركه واتنين وتلاته واسطول ابتدي ابني عليه يا ريم. انا النهارده مصر بتعمل حاجه في السياحه اسمها الحافز عشان خاطر دعم الشارتر. عشان نقدر نبسط الموضوع على الساده المشاهدين، كل تور اوبريتور بيجيب لي سياحه من بره وليكن مثلا الطياره بتاعته 100 راكب. كويس. هو ملى بس حوالي 60 كرسي في الطياره دي. مصر بتقول له ما تلغيش الرحله، هاتهم عندي وانا هديك على كل كرسي فاضي رقم معين. المفروض ان 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 الحسابات والدراسات بتقول ان على كل دولار بيدفع في الكرسي ده بيجيب لي انا كدوله 8 دولار قصاد. عشان كده انا بستفيد بال 60 راكب وال 40 راكب الفاضيين دول
الطياره دي ما بتخسرش، انا بدفع له مقابل 40 ريال الفاضي الفاضي، ومع ذلك عندي مكسب برضه ورقم حلو بالظبط. طب هل انا النهارده لو انا فضلت اعمل ادعم الشارتر ده عشان يجي لي، ولا امشي في شق تاني مثلا ان الفلوس اللي بتروح لدعم الشارتر دي ابتدي ابني بيها شركات طيران ليا، وبقى انا اللي عندي شركات الطيران بتاعتي انا ملك بلدي، هي دي اللي بتدي تروح زي شركات كانت موجوده دلوقتي اللي هي منخفضه التكاليف يا فندم. امال ايه المشكله؟ يعني كلام تقوله ده هايل، ليه ما تنفذش لغايه دلوقتي؟ على فكره المشكله دي احنا سامعين انها موجوده، وسامعين ان دايما يتقال انه شركات السياحه بتتكلم في النقطه دي، الفنادق بتتكلم في النقطه دي، فكره الطيران وعايزين الطيران يزيد، وعايزين طيران دخلي بقدر الامكان، وعايزين وعايزين وايه فين المشكله؟ يعني التنفيذ حاسه انه مش بالصعوبه بقى. انا اعتقد التنفيذ مش هيبقى بالصعوبه، يعني هو محتاج قرار سيادي لحد كبير، اعتقد ان هو نبتدي ان احنا نعمل فوكس على الموضوع ده. ده زي اللي كنت بقول لحضرتك من عليه شويه، محتاجين خطه طويله الامد. بس انا محتاج النهارده ابتدي عشان يبتدي الخطه دي على الاقل ابقى انا على التراك بالظبط كده موجوده كده فعلا. انما انا النهارده يعني خلي بالك في طيران من غير سياحه، بس ما فيش سياحه من غير طيران طبعا. ده قولا واحدا يعني. انما انا عشان ابتدي اشتغل في كده ابص على المنافسين بتوعي بيعملوا ايه، على الاقل ابتدي من عندهم. يعني انا المنافس عندي مثلا هنا اقليميا دلوقتي في الوقت الحالي، على فكره السعوديه دخلت على الخط معانا بطريقه يعني كويسه جدا وربنا يوفقهم ان شاء الله، بس اعتقد لسه قدامهم يعني عدد معين من السنين عشان تبتدي تنافس معايا شويه. كويس. عندك طبعا الامارات بتنافس معايا اقليميا، عندي افريقيا المغرب وتونس بتنافس شوية، عندك لبنان وتركيا على المحيط الأقليمي بتاعك. تركيا استقبلت حوالي مثلا السنة اللي فاتت نقدر نقول هي استقبلت حوالي 53 مليون سائح. 53 مليون سائح، بس عايز أقولك ليه عشان بس الرقم ده ما يخدش، هي استقبلت 53 وأنا استقبلت حوالي مثلا 10. هقولك تركيا عندها القرب من بعض البلاد اللي حواليها، تقدر مثلا تاخد سياحة حتى إيفن بالباص، ممكن يروحوا لها بالباص مش بس الطيران. هو اغلى كوست في الرحله كلها للسائح دايما الانتقال هو الطيران. فتركيا عندها الاوبشن ان ممكن حد من يوروب يروح لها بالباص. صحيح. القرب منها من دول اوروبيه بالطياره حتى، فكورس الطيران قليل. فالكوست بتاع التذكره كمان هو كمان قليل. هم طبعا شاطرين وناجحين جدا ان هم بيعرفوا يسوقوا بلدهم حتى ايفن عن طريق الدراما، عن طريق كذا حاجه. عن طريق دراما، عن طريق التسوق. يعني برضه عن لعبه التسوق دي لعبينها من زمان. خلي بالك برضه ان التجربه السياحيه احنا هنا لسه مفتقدينها ان هي تتشرح مظبوط. يعني من ساعه لما السائح ينزل لغايه لما يروح فندقه، لغايه لما يقعد، لغايه لما ينزل في الباص بتاعه ويروح لكل الاماكن الاثريه او السياحيه او الترفيهيه، حتى لو في غردقه شرم او مرسى علم، لغايه لما يرجع تاني، طريقه نقل المعلومه او نقل الحكايه دي بتبقى اكتر حاجه تسويقيه. احنا لسه هنا مفتقدين الحته دي بالذات، ان احنا نقدر نعمل ريفيوز كويس قوي عن بلدنا. يعني هو عنده هناك بيعمل الدراما وبيعمل الحاجات دي كلها، بيسوق بلده بطريقه مظبوطه جدا. بالظبط يا فندم. احنا عندنا هنا لسه قد نكون بنتعافى من حاجات سنين كان فيها ضلمه في مصر عندنا في اخر 7-8 سنين، انما الحمد لله الدنيا ابتدت بعد ما الدنيا خلصت عندنا ابتدينا نفوق لبلدنا. فانا شايف الصراحه ان احنا يعني اول حاجه نركز عليه الطيران. كويس جدا. طيب خلينا ندخل على الحاجات الثانيه. احنا اتكلمنا على كذا حاجه من ضمنها مثلا العماله وفكره الوعي وانه تدريب العماله ودي من النقاط برضو المهمه جدا. انا لسه كنت بتكلم انت على تركيا. طب انت عارف الاتراك شخصيا غير جاذبين، يعني هم بغض النظر عن انه في 2-3 بيتعاملوا في السياحه او هم مثلا تور جايد او غيره، لكن غير كده لما تيجي تتعامل مع المواطنين العاديين تلاقي في مسافه كده، ما تعرفش تتكلم معاهم، ما تعرفش يتواصلوا معاك، فيهم سنه عصبيه شويه، يعني هم نفسهم غير ما يستوعبوش فوق 50 مليون. كفايه بس ان حتى يعني لكن احنا عندنا كمنافس ليا سياحيا زي تركيا عشان ما نتكلمش عنها كتير، يعني ما بيتكلموش حتى هناك غير محتفظين جدا باللغه بتاعتهم. هم فين لما تلاقي حد بيتكلم انجلش؟ بس هم ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي يعني مثلاً. اغلبهم انت عندك هنا لو نزلت منطقه الهرم او في الاقصر او في اسوان السبع ثمان لغات عند شخص واحد وبيتكلمك بنفس اللكنه بتاعت اهل بلدها، على الاقل عارف المفردات اللي محتاجها. بالظبط. احنا يعني بغض النظر ان احنا يعني هنا عندنا كل المقومات السياحيه بتاعتنا، انت قد تكوني عشان نتكلم بكل صراحه انت قد تكوني دوله سياحيه من الدرجه الاولى وعندك كل المقومات، انما لسه هل احنا عندنا ان السائح يقدر ينزل
ياخد تاكسي مثلا من او يركب المطار اتوبيس او يركب بعدين مترو. مثلا زي اي دولة تانية، لا لسه مش موجود عندنا، بيضطر يطلب اوبر، وده ممكن يكون بيكلفه رقم مثلا. هل مثلا لما ينزل في الفندق يقدر ينزل يروح مثلا يركب اي قطر او باص لوحده ويسافر ويروح؟ لا، لازم يكون فيا ترافل ايجنت. مع العلم ان التوجه حاليا دلوقتي على مستوى العالم ان السياحه اللي هو الراجل عايز ينزل انديفيديوال، لا عن طريق شركه سياحه ولا يحجز حد اوبريتور وعايز يحجز له. يحتك بالناس وعايز بالظبط يشوف الثقافة ايه بالظبط، انا عايز اسيب ابتدي ادي مساحه للسائح اللي بينزل ان هو يقدر يتحرك فيها. يعني في حد من الزملاء في قطاع السياحه قال لك احنا السياحه عندنا بقت سياحه كبسوليه، ان السائح بينزل محطوط في بابل كده اتوبيس. مع نفسه. بالظبط، محطوط في اتوبيس، محطوط في الاوتيل، عشان ينزل لازم يكون عن طريق شركه سياحه يروح اي حته. لا، انا كدوله سياحيه من الطراز الاول انا عايز يعني طموح ليها ان اسيب السائح يتحرك بحريته، يعني اامنه من بعيد، مش لازم احسسه أأمنه ان انا في ظهره أبقى كده دايما نازل. في ظهره على طول وكل صحيح، حاجة، مع احترامنا طبعا لكل المجهود اللي بتعمله النهاردة وزارة وزارة الداخلية. الداخلية. إنما أنا أعتقد يعني فعلا إن محتاجين إعادة رؤية تانية لطريقة تأمين السائح اللي بينزل مصر، طريقة التعامل معه، حتى مع من أول الراجل اللي في المطار، من أول الترانسفير، من أول السواق، من أول الجايد. إحنا المطاعم، محتاجين الناس كلها اللي بتعامل إعادة معاه. تشكيل جديد فعلا لقطاع السياحة، إن إحنا نبتدي نبص لو احنا عايزين بجد سياحة نبتدي نعمل تهذيب للبيت تاني. جميل، هسيبك ترتاح شوية وتعالى نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني. نعم. شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في منتج سياحة الجولف، واللي استضافته هذا العام العاصمة الإيطالية روما، وده كان خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، حيث يقام هذا المعرض كل عام في أحد المقاصد السياحية حول العالم والمهتمة بسياحة الجولف. وخلال فعاليات المعرض عقد أحد المسؤولين القائمين على ملف منتج سياحة الجولف بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من اللقاءات المهنية مع ممثلي منظمات الجولف الدولية، بالإضافة إلى لقائه بممثلي نوادي الجولف الدولية المهتمة بتنظيم بطولات وإرسال أفواج سياحية لممارسة رياضة الجولف والاستمتاع بنوادي الجولف المصرية. وتم استعراض ما تقوم به مصر من تطوير في البنية التحتية السياحية، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة لخلق منتجات سياحية جديدة وتطوير منتج سياحي وهي سياحة الجولف بصفة خاصة، من حيث تطوير الملاعب الموجودة في مصر، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفينكس الدولي. وشاركت الوزارة في فعاليات هذا المعرض بجناح مساحته 100 متر مربع بمشاركة الاتحاد المصري للجولف وعدد من نوادي الجولف المصرية. ومشاركة مصر في تلك المعارض الدولية تعود بدعاية ومكاسب كثيرة على قطاع السياحة في مصر. رجعنا لكم مرة تانية. أظن أنتوا مرسى علم بينزل فيها طلعينا. بكل تأكيد طبعا، احنا في عندنا معظم الفنادق في مرسى علم، ما فيش فندق في مرسى علم ما بينزلش فيه إيطاليا. في بعض الفنادق واخدين فيها حاجة زي كلاب، يعني بيبقى حوالي 40-50 أوضة إيطاليين فقط لا غير، كلهم يعني واخدين كلهم بالشيف بتاعهم اللي بيعمل أكل كل حاجة. طبعا. طيب معانا خبر كان بيتكلم عن السياحة الرياضية، ومناسبة انك بتتكلم انهم جايبين شيف بتاعهم، تعرف السياحة الرياضية فكرة منتجع سياحي يتعمل في مرسى علم، يتعمل في الغردقة، او في حاجة زي كده في الغردقة بس على صغير.
وكنا لسه مصورين نور حاجه في الاسماعيليه برضو، انه عايزين يعملوا حاجه زي كده، انه يجي فرق كوره تتمرن في الاسماعيليه على البحيره وكده. فانت شايف ده ازاي وممكن فعلا يتنفذ انه يبقى عندنا حاجه اسمها سياحه رياضيه واخده؟ لان احنا طبعا اسعارنا اكيد اقل من العالم كله بالنسبه بكل للاوتيلات تاكيد وكده. في فندق موجود في مرسى علم، ده خاص فقط لا غير بالسياحه الرياضيه زي ما حضرتك ذكرتي. استضاف بعض المنتخبات لكره اليد في كاس العالم اللي فات اللي عقد في مصر. في اعتقد في عنده بعض المنتخبات للسباحه اللي هي طويله، اللي هي السباحه المسافات الطويله. المسافات الطويله بالظبط يا فندم. هو عنده اوريدي في كذا كذا كويس. حمام سباحه اللي هو اولمبيكس. لا، في ابتدينا نخش شويه بكلها. خلي بالك انت عندك في انواع كتير قوي من السياحه، فانت مش لازم كل دوله يبقى عندها كل الانواع، انما انا ممكن يكون عندي مثلا منتجين ثلاثه وانا ناجح في اثنين منهم. يعني انا مصر متنوعه جدا في كل انواع السياحه. بس انا احنا كنا لسه جايبين اهو المعرض على رياضه الجولف مثلا، او على الجولف، سياحه الجولف مظبوط دي حاجه متخصصه قوي، بس لو ابتدينا ناخد خطوات كده في الرياضه وغيره اعتقد هتمشي الامور، بس عايزه برضو ان شاء تسوق الله كويس. ان شاء الله. طيب خلينا نروح لنقطه كمان انا شايفه انها مهمه قوي، فكره الفنادق والاهتمام بالفنادق. لو احنا بنتكلم على 30 مليون سائح يدخلوا مصر وهو ده عنوانها العريض النهارده، ازاي اهتم بالفنادق وازاي اشتغل عليها؟ لان انا عارفه ان في بعض فنادق تعرضت لبعض المشاكل. نتكلم طبعا بصراحه زي ما احنا عملنا الحلقه دي، بعض الفنادق يعني مثلا وليكن في البحر الاحمر بيواجهوا النهارده في مشكله زي مشكله الكهرباء. كانوا على مدار مثلا اخر 11 سنه كانوا شغالين بالسولر، شغالين بجنريترز المولدات. النهارده اللي بعدها عن المدن زي مثلا معظم فنادق مرسى علم، في حوالي 40 او 50 فندق شغالين كلهم بالجنريترز مولدات كهربائيه. ابتدت النهارده تخش لها الكهرباء. كويس. دخلت الكهرباء وتعاقدوا معاهم ودفعوا اوريدي خلاص التكلفه دخول الكهرباء لكل فنادق دي كانت طبعا بملايين. في بعض الناس خلصت كل البيمنت اللي عليها ودخلت الكهرباء والكهرباء اوريدي شغاله، وبعدين فوجئوا مثلا النهارده ان الكهرباء عايزه تاني باثر رجعي تتعاقد، مش تتعاقد، ترجع تاني الارقام اللي تعاقدت فيها مع الفنادق. تقول لهم لا، الارقام دي احنا هنعدلها وتدفعوا مثلا حوالي ثلاث اضعاف الارقام اللي انتوا دفعتوها. طب النهارده ده بقى حل. طب الحل ايه؟ تلجأوا لمين؟ طبعا احنا يعني انت عندك في غرفه فنادق اللي احنا مثلا في البحر الاحمر بترفع للاتحاد الغرف السياحيه، بيترفع للوزير، بنرفع لوزير الكهرباء، بنرفع حتى كمان ممكن نوصل للسيد رئيس الوزراء. انما النهارده يعني مشكلة ما ينفعش النهارده بعد ما تعاقدتي من سنه ودخلتي وخلصتي التعاقد ده يجي حد النهارده يقول لك بقى ثلاث اضعاف. الحاجات دي اللي هي بتزعل، الحاجات دي النهارده اللي هي يعني احنا النهارده خلاص، يعني النهارده الكيان رسمي له احترامه، ما ينفعش بعد ما يتعاقد معايا بعد ثلاث سنين او سنتين يقول لي لا انا هرجع تاني في السنه انت خلصت بيه السيرفيس بتاعتي من حوالي سنتين. طبعا دي حاجات بالنسبه للمستثمر السياحي قد تكون بتقلقه. يعني انا النهارده في المؤتمر الاقتصادي احنا عايزين بندور على مستثمرين عرب، مستثمرين اجانب يخشوا تاني معانا مثلا في النشاط السياحي في مصر. نكبر، احنا محتاجين فنادق كتير جدا على كل البقاع المصريه. انا النهارده عشان اوصل ل 30 مليون انا النهارده محتاج اكوموديشن، محتاج اقامه، محتاج فنادق، محتاج مستثمر يجي تاني يبني بس بطرق جديده وفي اماكن جديده. لما يجي يسمع مثلا في مشكله زي كده وباثر رجعي احيانا ممكن طبعا يتراجع، يعني مش هنقول ان هو يتراجع طبعا لان بلدنا عليها طبعا طلب كبير، بس يعني هيبتدي يقلق. مؤشر على ان في عدم استقرار. المستثمر يعني جبان المال احيانا، يعني بيخاف دايما على القرش بتاعه، فعشان كده دايما عايز يحس ان هو على ارضيه صلبه بيتعاون وبيتعامل وبيتعاقد مع حد عنده المصداقيه والكريديبيليتي ان هو يقدر يتعامل معاه. فانا يعني بصراحه يعني من مكانك ده طبعا انا يعني بطالب طبعا وزاره الكهرباء مع يعني مع الوزير تعيد النظر مره ثانيه. طبعا هي على تعيد الأقل النظر في يعني بالظبط في قطاع السياحه، لان احنا لسه حتى بنتحسس طريق بعد الكوفيد وبعد الحرب الروسيه، يعني بقول الحمد لله الدنيا ابتدت تمشي، يعني مش معقول نبتدي نرجع لورا. عندك حق، وانا من مكاني برضو بقول انه رامي مع حفظ الالقاب من الشخصيات الوطنيه جدا اللي كان ليه كذا دور في كذا موقف،
ومعلش ليه دايما بقول كده، لانه الشباب بتاعنا في شباب لازم نسمع له، لانه من غير ما حد يطلب منه خد خطوات قوية جدا. انا مش ناسيه لك وقت كورونا في البداية خالص لما استضفت الناس المصريين اللي جايين العالقين او اللي جايين من امريكا واكتر من اكتر من بلد، واستضافهم وفتح الاوتيل على اخره واستضاف الناس وعلى حسابه تماما وبدون اي مساعدات. لا، ما فدي كانش على كانت حسابنا ولا حاجة. كان كان أول طيارتين كانوا على حساب تحيا مصر، وبعد كده تحيا طبعا مصر الناس. طبعا. بس كان اقتراحك انت انك انت تستضيفهم في بصراحة. الاول، يا فندم، مظبوط. واعتقد ان في فلوس انت برضو اكيد تكلفت بيها، يعني عندي اكيد مش مشكلة بتبقى في خالص. مساعدات، لان الدوله اكيد ما بتقدرش تعمل كل حاجه، ودايما بتبقى، وزي ما ده اتجاه دوله انه يبقى في نوع من التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وده الاتجاه المفروض هيمشي بعد كده. عشان كده احنا كنا بنتكلم صراحة ان المؤتمر الاقتصادي لازم يبقى فيه جزء للقطاع الخاص، ما يبقاش بس فقط ده لا غير، هو او الجزء اساسي في القطاع الحكومي الخاص. والوزراء والمعنيين فقط لا غير باتخاذ القرار. انا عايز اقولك انه لازم. ليه قطاع خاص، لانه احنا طبعا. بقولك الهدف من المؤتمر ده مش ان احنا نعمل حوارات وكلام، لا، الهدف من المؤتمر ده ان يحصل جذب المستثمرين في فترة ما بعد الحرب، وخاصة ان في مبالغ كبيرة جدا تم سحبها. مش بس بتكلم على الاموال اللي بيسموها ساخنة اللي هي داخلة وخارجة طول الوقت على حسب الحالة، لا، انا بتكلم كمان عن ان في مستثمرين كتير سحبوا فلوسهم وطلعوا حطوها في البنوك مثلا الامريكية، وده عمل ازمة مش بس في مصر، في العالم كله. صحيح، فالمؤتمر ده معمول علشان يجذب المستثمرين. مظبوط. هل محطوط مرسى علم محطوطة في الخطة انه يبقى في اماكن كتير؟ انا عارفة ان مرسى علم واعدة مش محطوط فيها انها تبقى بتجذب عدد من المستثمرين الاجانب ييجوا عندنا في احنا مصر. صراحة احنا بنطمع ان احنا مرسى علم يبقى، يعني يبقى عندنا في كذا شرم الشيخ في مصر، ما يبقاش بس السبوت فقط لا غير على شرم الشيخ. طبعا يعني شرم الشيخ بلدنا جميلة كل حاجة، انما يبقى مرة في شرم، مرة في الغردقة، مرة في مرسى علم. يعني لما بنيجي نعمل فوكس على كل سايت عندنا هنا في مصر بيبقى له زخم بعد كده، مش بس بعد ديورنج يعني خلال بس فترة فترة المعرض او المؤتمر، لا طبعا بياخد صدى كمان لعدة شهور جايين قدام. كويس. فطبعا انا المفروض استغل ده كويس جدا يعني ان شاء الله. طيب، وإننا بنتكلم على المؤتمر كمان، خلينا نتكلم على كلمة الرئيس انه بيطلب حوار وطني. لو عملنا، وهو بادي بقالهم فترة شغالين فيه وكل شوية بيطور نفسه بنفسه، بس الحوار الوطني بالنسبة للسياحة انت شايفه عشان ينجح محتاج ايه؟ الحوار الوطني عشان يبتدي ينجح بصراحة لازم طبعا زي ما قلت لحضرتك القطاع الخاص يعني يبتدي يمثل بنسبة لا تقل عن من 40 ل 50% من أي منتدى أو أي يعني حديث موجود في الوقت الحالي. يبقى على اتصال مباشر على طول في الحوار الوطني مع المعنيين في اتخاذ القرار، سواء مع وزارة السياحة، سواء مع تنشيط السياحة، سواء مع وزارة الكهرباء، سواء حتى ايفن مع وزارة الإسكان، لأن هي النهاردة هيئة التنمية السياحية اللي بتتبعها، ما بتتبعش وزارة السياحة. يبقى اتخاذ القرار فوري وان سبوت، لان احيانا لما بتاخدي القرار متاخره شويه يبقى احسن انت خلاص ما كنتيش تاخديه، يعني القرار كان بيبقى ساعتها على طول. وده اللي احنا محتاجينه، واحنا عايزين فعلا قرارات سريعه جدا، لان الفتره اللي جايه دي الحقيقه كلها مفاجآت، يعني احنا صحيح. بقى لنا 3 سنين في مفاجآت ما بنخلص منها، وجت في الاخر اللي ختمتها بالحرب، ونتمنى ان ده يبقى الختام، ما تبقاش عندنا حاجه تانية تطلع ان كده شاء الله. وتبقى بنوير. طيب، احنا معانا بمناسبه الخبر بتاع السياحه النيليه، ويمكن ابتدينا نسمع كلمه سياحه نيليه، طول عمرنا بنسمع نايل كروز، ودي سياحه مهمه جدا بالذات في دخله فصل الشتاء، الاقصر واسوان والرحلات الجميله دي، لكن لما نقول بقى ان لا، سياحه نيليه دي عايزين نحطها في قوس. احنا معانا الخبير السياحي المتخصص في السياحه النيليه الاستاذ رمضان حجاجي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. اخبار حضرتك ايه يا استاذ رمضان؟ والله تمام، احنا في الاقصر في قلب الحدث. قول لي بقى، يعني احنا سامعين انه كل شويه الاعداد بتزيد والارقام مبشره بالخير، وخاصه ان احنا داخلين على شهر 11 و12 وده بيبقى اعياد وكده، فبالنسبه للعالم كله. احنا عندنا احتفاليه كبيره ان شاء الله 4 نوفمبر ب 100 سنه على توت عنخ امون. اكتشاف مقبره توت عنخ. ايوه. اكيد طبعا الديماند عالي قوي على المراكب، وعندنا طيب. كمان اساسا السوق الاسباني والسوق الساوث امريكان البرازيليان الالماني وبعض الانجليز. عندنا دلوقتي الاقصر بقينا مالتي ناشونال ارياز مش زي الاول، يعني عدد الجنسيات بتزيد كل يوم. اظن الاقصر بعد طريق الكباش بقت ليها شكل تاني وليها طبعا طلب طبعا تاني. طبعا بالفكر بالقياده السياسيه بالافكار الجميله اللي اتعملت طريق الكباش، بتفكر اهل الاقصر نفسهم ان هم الناس متربين في المهنه طبعا.
واساسا بتشتغل بالفكر كويس. لا الديماند كويس جدا وموسم مباشر بكل خير ان شاء الله. عموما احنا هنبقى بنتابع حضراتكم ان شاء الله، وهنبقى اكيد معاكم في تغطيه احتفاليه 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون، لان حدث مش بس بيهم مصر، ده بيهم العالم كله، فان شاء الله هنبقى بنتابع معاكم. تنورينا والاقصر ترحب بيكم. ربنا يخليك، سلم لنا على اهل الاقصر كتير. اهلا بيكم. أهلا نشكرك أهلا. شكرا جزيلا استاذ رمضان حجاجي الخبير السياحي المتخصص في السياحه النيليه. معلش انا بسال السؤال ده دايما مع انه خلاص عدى وقت كتير، واكيد اتكلمنا على طريق كباش واتكلمنا على المومياوات، بس انا شفت حاجه يمكن او الناس شايفه حاجه جديده ما كانتش موجوده، وسبحان الله لما احنا امتصينا الفكره زي ما تقول ايه نشرناها للعالم، فكره ان انت تحب التاريخ بتاعك. يعني احنا كنا بناخده في المدرسه حاجه كده عايز تحفظ وخلاص وتخلص، ما كناش حاسين بيها. الحدثين دول قربونا قوي من اجدادنا، قربونا قوي من الحضاره المصريه القديمه. صحيح. وبالتالي لما احنا ابتدينا نمتصها ونستوعبها ونحبها العالم كله حبها، حتى الدول العربيه ابتدت تدور على الاثار. يعني كان دايما السياحه الثقافيه مش مغاويينها قوي السياحه العربيه، لكن ابتدوا يدوروا على حسها. بس اقول لك حاجه بقى يا ريم عشان نتكلم بصراحه، موكب المومياوات بصي انت النهارده بتتكلمي عليه بعد سنه من عنده. انا كان نفسي الموكب المومياوات اللي العالم كله شاف، اللي هو اللي شافه حوالي 4.8 مليار بني ادم المشاهده مليار. انا النهارده ليه ما استغلش حدث زي ده واعمله كل سنه، ويبقى ده كل سنة، ويبقى ناس تيجي تزور المكان ده كل سنة. وطريق كباش نفس طبعا الفترة بتاعت الاحتفالات. يعني هب للأقصر يبقى هو ده التاريخ، ان كل سنة اعمل نفس الموكب تاني، مش لازم بنفس الاحتفالية الكبيرة قوي، انما اعمل موكب تاني بشو تاني بيتنقل تاني من كارنك للأقصر او العكس، ونبتدي الناس تيجي على تحجز على التاريخ ده. ما اقولش قبلها باسبوع وعشر ايام، انا الناس تحجز زي مثلا تعامل الشمس على ابو سمبل، الناس قبليها بسنه تبقى عارفه ان في نوفمبر في اكتوبر ده الميعاد اللي هيتنقل فيه الموكب من الكارنك للأقصر، يبقى حاجه سنويه كل سنه. حاجه يا ريت، لان احنا قلنا الكلام ده وقتها لو هيكلفني تفتكر. هيكلفني كام يعني؟ مش هيكلفني لا فلوس هترجع، لانه هترجع في نفس الليلة الناس هتيجي. يعني انا لو عرفت في حدث زي ده هيتعمل ده انا هجيله وهحجز، ابتدي اسوق له من اول السنه ما يخلص، ابتدي اسوق له للسنه اللي بعديها، ما يبقاش حاجه حدث وخلص والناس كده هتنساه بعد سنه واتنين وتلاته. عندك حق، ويا ريت. انت شايف دلوقتي عروض الازياء اللي بتتعمل؟ يعني هو طبعا الشخصيه بتاعت عرض الازياء هو بيعمل ازياء رجالي، ومفروض انه قريب هيبقى في حاجه في الهرم برضو الاسم عظيم مزبوط. وكبير للاسف ما ينفعش. انت النهارده مش كان عندك المقدره انت تعملي كده في معبد الكرنك؟ قدرتي تعملي والعالم كله شافه الحدث اللي كان اتعمل الاسبوع اللي فات. ايوه حدث يعني حتشبسوط فاشل على مستوى حاجة كبير جدا فظيفة. طيارات خاصه كتيره نزلت في مطار الاقصر، الفنادق كلها استوعبت العدد ده من الناس، والدعايه دي هتقعد معانا كتير. بالظبط، لان بيقول لك على هامش ده بعروض بيوت ازياء كتير ابتدت تطلب نفس الفكره. طيب انا النهارده انا ممكن اعمل دي حاجات على المستوى مثلا برايفت او حاجه زي كده، موكب المومياوات ليه يا جماعه ما نعملهوش كل سنه ونخلي ده عيد للاقصر، زي مثلا النهارده توت عنخ امون موكب المومياوات عند متحف الحضاره وفي القاهره يعني نعمل احتفاليه هنا برضه. طريق كباش لما اتفتح ده اللي انا عايز اعمله كل سنه، يبقى ده ميعاد احتفال للاقصر كل سنه يا جماعه، يبقى هو ده الحدث الرئيسي للاقصر، والناس تبتدي تحجز عليه من السنه اللي قبليها. حقيقي هيحصل. انا ليه ما استغلش ده كل سنه؟ وخاصه ان العربيات نفسها موجوده بتبقى عايزه شويه صيانه، عايزه خلاص الكوست اتعمل، الكوست اتعمل. انا النهارده بجيب نفس الناس تاني، بعمل تاني بروفا تاني، وابتدي اعمل الحدث تاني مش بنفس الزخم زي ما بقول لحضرتك عشان ما يتكلفش كتير، انما ده بيتعمل في ريو دي جانيرو، بيتعمل في البرازيل، بيتعمل في الارجنتين، احتفالات يعني ما اقولش ان انا حتى بقارنها بموقف بطريق الكباش زي اللي اسمها بسيطة احتفالات بسيطة الالوان والكرنفال والحاجات وكلام ده كله، بس بيجي لها برضو الاف من الناس على مستوى العالم كله. انا بقى ابتدي استغل الحدث عندنا، نبتدي نتكلم بقى ان شاء الله. طيب اللي لسه كنا بنتكلم قلت لي على الحوار الوطني انه ممكن يتم، ولكن بتبقى بتفضل فيه انه يكون موجود خبراء متخصصين في السياحة من خلال رجال أعمال ومستثمرين سواء فنادق وشركات سياحة. بالزبط. شركات النقل، كل الناس. إيه العناوين العريضة اللي تبقى حابب إنها يكلموا فيها في الحوار الوطني؟ قلت لنا مشكلة زي مشكلة مثلا إنه القرارات لازم تكون قرارات ثابتة واضحة علشان مش بس المستثمرين المصريين، لا كمان بنتكلم عن مستثمرين عرب ومستثمرين أجانب، الكلمة الواحدة دي بتفرق كتير قوي جدا. خلينا نتكلم إيه العنوان العريض اللي تحبه يبقى موجود في الحوار الوطني فيما يخص السياحة؟
يعني انا اعتقد لو احنا بنتكلم في حوار وطني ومعانا كل المعنيين باتخاذ القرار السياحي في مصر، يعني انا شايف لو قعدوا مع البرايفت سيكتور مع القطاع الخاص، يعني ان كلنا ايد واحده طبعا عشان خاطر نوصل للاستراتيجيه او الهدف بتاعنا اللي هو 30 30، 30 مليون سائح، 30 مليار دولار. انت النهارده عايز كده، انت كدوله مش هتقدري تنفذيها لوحدك من غير القطاع الخاص طبعا. انا قطاع خاص مش هقدر انفذها لوحدي من غير الدوله، يبقى احنا الاثنين بنكمل مع بعض. يبقى اشوف ايه المعوقات اللي انا شايفها قدامي على الطريق وشايفها حتى على المدى البعيد مش المدى القصير، وابتدي اقول وابتدي انبه يا جماعه لو انا فضلت ماشي في الطريق ده اعتقد احنا ممكن يحصل اصطدام، انا عارفش نكمل الطريق. نسمع وناخد راي بعض بس نحل ما كوي. نسمعش. خلينا طبعا مش هينفع نمشي الا لما نتكلم عن السياحه الخضراء، وهو ده الترند في العالم كله، وخاصة انه ادينا شايفين حاجات، يعني انا شايفة ان في حاجات مرعبة ابتدت تحصل، ابتدينا نشوف تغير المناخ، بس ابتدينا نشوفه في اقصى يعني مشاهد له ما كناش بنشوفها السنين اللي فاتت، ان حتت ما كانش فيها جفاف بقى يحصل فيها جفاف، ارتفاعها في درجات حرارة بشكل زيادة، ابتدينا نشوف فيضان في اماكن تانية. فالتغير ده كله طبعا علماء البيئة يقول لك اه لا ده راجع لانتهاكنا للطبيعة، فبالتالي كله ابتدى يغير فكره، ابتدى يقلل استهلاك، ابتدينا ساعتها يمكن حظنا وحش انه الحرب دي حصلت فابتدوا يرجعوا للفحم تاني وكأن رجعنا 10 خطوات لورا. لكن خلينا نتكلم، هل انتوا بتستعدوا لده؟ هل الفنادق كمان بدات تغير شكلها شويه، تقلل الاستهلاك، تغير مصادر الطاقه وغيره؟ انت النهارده لو نزلتي على شرم الشيخ النهارده مش بكره الصبح هتلاقي ان معظم فنادق شرم الشيخ معظمها اخذت الجرين ستار. يعني ايه جرين ستار؟ يعني بيبقى كل حاجه بيبقى طاقه قوانين بالظبط كده، مستدامه ومتجدده. بالظبط يا فندم، يعني من ناحيه حاسه الشوك، المعالق، الاكياس البلاستيك، الاتوبيسات اللي هيتنقل فيها حتى الجست بتوع المؤتمر اللي بعد كده المفروض الاتوبيسات دي تستمر مش بس تفضل عشان وقت المؤتمر. عندك 300 اتوبيس شغالين بالكهرباء، عندك كل المحطات هناك البنزين اللي موجوده في شرم الشيخ كلها بقى موجود فيها دلوقتي الباور سبلاي عشان لو اي حد بالعربيه الكهربائيه بتاعته. الدنيا بتتغير للاحسن. انا النهارده ابتدي ابص لقدام وابتدي اشتغل عليه النهارده عشان اوصل بالظبط. عشان كده انا بقول انه بعد شويه هيبقى في قوانين، اذا كان دلوقتي قوانين اختياريه فيما يخص الحفاظ على البيئه، بعد شويه هتبقى قوانين ملزمه. انا بس مع احترامي لحضرتك في بعض الدول في اوروبا بدون ذكر اسماء مشترطه ان الجست اللي بيحمل جنسيتها مش هيدخل اي فندق ويقعد فيه اكوموديشن غير لو هو جرين ستار من بعد 20 اعتقد 20 30. لا اشرح لي تاني، بتتكلم جد؟ اه طبعا. قولي تاني معلش، قولوا ايه الحكايه؟ يعني في بعض الدول في اوروبا اشترطت على المواطنين بتوعها، اشترطت ان هي عشان تتعامل كتور اوبريتور مثلا، وليكن مثلا دوله زي اكس في اوروبا، الدول دي مش هتبعت الجست بتاعها يقعد في الفندق مثلا عندي الا لو الفندق بتاعي انا جرين، لو مش جرين مش هينزل فيه. طب اتفضل اهو، يا بس جايه منين اصلا؟ جايه من حته ثانيه خالص. بالظبط، انا النهارده ببص قبليها من حوالي 7 سنين. جايه من اهل السياحه نفسهم يعني. طبعا طبعا. ان انا مش موافق ان المواطن بتاعي واحنا مش معترضين، احنا بالعكس يشارك في جريمه انتهاك الطبيعه يعني. بالظبط عايز يقول كده. ودي حاجه هتفيدني انا جدا، انا مش معترض خالص، دي حاجه تفيدني وتفيد بلدي وتفيدني انا شخصيا وتفيد مكاني وتفيد فندقي وتفيد الناس كلها. رغم انها ممكن تبقى مكلفه في الاول بس اعتقد هي هتبقى موفره. هي اوريدي هتبقى مكلفه فعلا في الاول بس بالظبط يا فندم، على المدى البعيد بتبقى موفره. موفره. طب خلينا نتكلم على التحولات اللي بتحصل، لان لازم يحصل معاها تدريب للعماله، لازم نبقى من فهم الجست. وخلينا كمان نتكلم على حاجه جميله قوي، الاوتيلات بقى صديقه البيئه اللي معموله من البيئه نفسها، وده اتجاه ابتدينا نشوفه كتير اللي هي ايكولوجي كتير. فخلينا نتكلم على ده، شايفه ازاي ومستقبله ازاي والفرق بينه وبين الاوتيلات اللي بتتحول اصلا للاخضر. يعني الفنادق دي ابتدت تكتر دلوقتي شويه، يعني ابتدى في موجود عندنا منه في سيوه كتير قوي، في الواحات موجود منه كتير، في الفيوم منه كتير، في الاقصر حتى ابتدى موجود فيه اكثر من 4 5 فنادق، دي اسمها فنادق الايكولوجي. ابتدت غرفه الفنادق بالاشتراك مع وزاره السياحه ابتدت تحط الضوابط بتاعتها عشان دي ليها المفروض ضوابط معينه للحفاظ على الجست اللي موجود فيها، حفاظ على الاقامه، حفاظا حتى على سمعه البلد اللي موجود فيها. فالضوابط دي ابتدى شغالين فيها دلوقتي اوريدي، اعتقد في خلال ايام قليله قوي هتبتدي ان هي تطلع ان شاء الله. يعني انا بشكرك يا رامي، احنا دايما بنستمتع بكلامنا معاك ودايما بتدينا الجديد، وانا متفائله ان الفتره القادمه ان شاء الله انت كمان كالعاده هتقدم لنا دايما حاجات جديده زي ما احنا متعودين منك. انا بشكرك. كل الشكر ليك. تتمنى ايه في الفتره القادمه دي؟ انا اتمنى يعني احنا خلال الفتره الجايه دي احنا عندنا ايفنت قوي جدا
اللي هو المؤتمر المناخ ان شاء الله الشهر الجاي في شرم الشيخ. انا اتمنى على قد الاستفاده بتاعتنا فيه خلال الفتره بتاعت اللي هو الشهر ده نحن نستفيد منه بعديه كمان مش اقل من 7-8 شهور لغايه لما يحصل الترند التاني اللي هو افتتاح ان شاء الله المتحف. ده مسؤوليه مين، دوله ولا مسؤوليه انتوا كرجال اعمال كمستثمرين؟ مستثمرين قطاع خاص مع الدوله، كل دول يشتغلوا انه الموضوع ده يسمع بقى للسنين القادمه. بالظبط يا فندم ان شاء الله. انا بشكرك. كان معانا الاستاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر بمرسى علم. استاذ رامي فايز نورتنا واسعدتنا بوجودك. انا شرفت بيك يا فندم، يا رب كل خير لبلدنا. بنشكركم على حسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.